مساء الحب والسعادة على كل مشاهدي قناة الشرقية في جميع أنحاء العالم. كل سنة وحضراتكم بألف صحة وخير. النهاردة بنودع 4 سنين من عمر هوليود الشرق، وبنستقبل السنة الخامسة بكل الحب بكل الخير والتفاؤل. إن شاء الله العام الخامس من عمر هوليود الشرق بيشهد مزيد من الإبداع والتألق لكل النجوم. بنحتفل مع حضراتكم بعيد ميلاد هوليود الشرق الرابع واستقبالنا للسنة الخامسة مع مجموعة من ألمع النجوم في سهرة خاصة على نيل القاهرة حيث الأجواء الساحرة. تعالوا مع بعض نقضي ونستمتع بحلقتنا النهاردة مع نجومنا. نهر النيل العظيم بحييكم مرة تانية، واحتفالنا الليلة بالعام الخامس لهوليود الشرق وسط كوكبة من ألمع نجوم الفن الحقيقة منورني النهاردة. الحقيقة مش هينفع أرحب بيهم فردا فردا، لكن ممكن نستدعيهم فردا فردا ونرحب بيهم فردا فردا. سعدني طبعا يكون معايا الفنانة الجميلة وفاء الحكيم، أسمع سقفة كبيرة جدا ليها. اتفضلي وفاء، بقول لك كل سنة وانت طيبة قبل ما تقوليها. كل سنة وانت طيب، كل سنة والقناة طيبة، كل سنة وبلدنا طيبة يا رب. كل البلاد العربية تكون في أمان وسلام وفرح، وأهلا وسهلا بيكم في النيل. أهلا بيك. الحقيقة أنا سعيد جدا أنك معانا النهاردة، لأنه وفاء الحكيم من النجمات الحقيقة اللي ليهم بصمة قوية في عالم الفن، سواء في المسرح أو في الدراما بشكل عام. فبقول لك منوراني ونورتيني كملكة في هوليود الشرق قبل كده، تفتكري؟ طبعا تجربة جميلة جدا. وبعدين أنا لما سافرت العراق لقيت فعلا البرنامج متشاف قوي، والحلقة كانت عالية جدا، بشكرك عليها. طبعا أنا بشكرك الحقيقة، لأنه دايما عندك جديد ودايما بتجهزي مفاجآت لكل جمهورك، وأنا عارف أن أنت كمان بتجهزي المهرجان كبير. كنا معاكي في شرم الشيخ في مهرجان المسرح الشبابي، مجهزة لنا بقى إيه الفترة اللي جاية؟ مجهزين في الحقيقة حاجتين، يعني طبعا الاحتفاظ الكبير بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إن شاء الله هيكون السنة دي في يوم 3/3/2017 إن شاء الله، لكن مش عايزين نستنى بقى لحد 2017، عايزين نعمل حاجة السنة دي. فإن شاء الله في أكتوبر عندنا ملتقى ليالي الشعوب، بإذن الله كلنا نتجمع بكل الشعوب اللي ضد الإرهاب، باكستان وفرنسا وبلجيكا وكل الدول العربية وألمانيا. أتمنى إن شاء الله تكون 10 أيام برضو في شرم الشيخ. والعراق، نسيتي العراق. أنا قلت كل الدول العربية. إحنا كلنا للأسف. لو سمحتي نهتم جدا بالعراق حبيبنا. العراق جاي أكبر وفد عراقي، لأني بصراحة هم مراعيين المؤتمر ومراعيين الملتقى. إحنا تحت رعايتهم وتحت رعاية كذا بلد آخر، ووزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة. إن شاء الله كلنا كده نتجمع زي ما إحنا ونحتفي إن شاء الله بملتقى ليالي الشعوب إن شاء الله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة هوليوود الشرق، سنة حلوة يا جميل.
كل سنة وانتم طيبين. هوليوود الشرق من نجاح لنجاح كل سنة ودايما معانا ودايما معاكم. احب اقول لبرنامج هوليوود الشرق كل سنة وانتم طيبين وكل القائمين عليه طيبين وبخير وبسعادة على قناة الشرقية، لانه برنامج محترم بيحب ناسه وبيجتهد عشان يبقى في مكانة كويسة من قلوب الناس. كل سنة وانت طيب أيها البرنامج العظيم هوليوود الشرق على قناة الشرقية العراقية. نضال الشافعي. هتقولي إيه بقى البرنامج هوليوود الشرق وانت يعني كنت ضيفة عزيزة على قلوبنا كلنا أكتر من مرة؟ أقول لكم بجد هوليوود الشرق بجد برنامج بيعبر عن اسمه فعلا. انتوا بتحولوا كل ايفنت أو كل مهرجان كل مناسبة لحالة جميلة احتفائية، مش عايزين نتحرم منكم أبدا، لأني بجد بنشكركم. الكاميرا بتاعتكم بتكون موجودة معنا في كل مناسباتنا، وده مهم. هو دي يعني هو ده الإعلام، هو المفروض يكون كده. فأنا بجد بشكركم وكل سنة وكل لحظة وانتوا طيبين. وانت بألف صحة وخير سعادة. وعايزك تستدعي بقى شريك النجاح كمان في المهرجانات الجميلة اللي بتعمليها، مازن الغرباوي. أسمع يا جماعة تحية كبيرة جدا لمازن مخرجنا الجميل، بقول لك طبعا منورنا حبيبي يا محمد. كل سنة كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت طيبين ودايما كده في تقدم وازدهار، ودايما كده مشرفنا بأعمالك الجميلة على المستوى الإعلامي والصحفي. انا يعني مهتم بيك ومهتم بكتاباتك لان انت حد مهني جدا ومخلص جدا في شغلك، وبجد والله ده حقيقي. وليك كمان تاريخ مع كل الفنانين سواء الشباب اللي زيي او حتى الناس الاكبر شويه، تاريخ مشرف، ويا رب مزيد دايما من التقدم على كافة المستويات إن شاء الله. احنا كنا معاك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، محضر لنا ايه بقى الدورة التانية ان شاء الله؟ والله احنا عندنا يعني كذا ايفنت يمكن بنحضر للدورة التانية ان شاء الله من المهرجان اللي هتكون في مارس ان شاء الله 2017. احنا شغالين على قدم وساق من نهاية يناير 2016 وحتى مارس 2017. في مفاجآت كتيرة، سقف الطموح اكبر ان شاء الله في الدورة اللي جاية ان شاء الله. بشكرك جدا يا مازن ومنورنا، وعايزين بقى مهرجان كبير كده من وحي نهر النيل العظيم اللي احنا على ضفافه دلوقتي كده، تعمل لنا فكره كده جديده لمهرجان يكسر الدنيا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ويعني كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والقناه طيبه وكل اسرتها طيبين، وانت كمان طيب وسعيد، وان شاء الله دايما مع بعض في كل المحافل الدوليه اللي جوه مصر وبره مصر ان شاء الله. بشكرك جدا يا مان. ميرسي ميرسي. ادينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومن يا بلدينا وبلدكم ايه احسن ناس. احسن جمنا النهاردة يعني كتير، وإسهاماتهم وإبداعاتهم ما شاء الله يعني في جميع المجالات سواء في السينما أو في التلفزيون منورين دايما. لكن في نجمة الحقيقة مختفية بقالها فترة وهي منورانا النهاردة وكانت ضيفة عزيزة علينا طبعا في هوليوود الشرق، هي الفنانة الجميلة هند عاكف. يعني أسمع برضو تحية كبيرة لهند عاكف. هند انت فين يا هند؟ ازيك؟ اجي الناحية دي اتفضل. انت فين يا هند؟ انت عارف انت انا فين؟ انت مش عارف؟ انا عارف بس الساده المشاهدين يمكن ما يعرفوش. ازاي ست سنين ما يعرفوش؟ الاول كل سنه وانت طيب وكل سنه طبعا، وبرنامجك الجميل هوليوود الشرق اللي انا كنت سعيده ان انا اضيفه فيه في احد الحلقات وفي بدايه طبعا بس البرنامج كنت عامله كليوباترا. كنت لسه عامله ليلى مراد والنجاح الفظيع اللي حققتيه في المسلسل مش كده؟ ايوه. فكان شيء جميل. انا فين؟ انا في موجوده ولكن دلوقتي يعني منشغله شويه بالمجتمع السياسي والمجتمع المدني، وانت عارف ان انا كنت خدت تجربه الانتخابات قبل كده مرتين. ايه رايك في السياسه بقى؟ في بعض الاراء بتقول ان السياسه لعبه قذره، انت شايفاها قذره ولا نظيفه؟ ليه الكلام ده؟ دايما كان الفنان بعيد عن السياسه يعني. لا
ليه انت حبيتي تاخدي التجربه دي؟ خلي بالك الفنان عمره ما كان بعيد عن السياسه، احنا طول عمرنا بن بن بنعمل الاعمال الدراميه، كذا كانت مسلسلات او حتى افلام او روايات مسرحيه عليها اسقاطات سياسيه كلها بتتكلم على السياسه، ولكن في شكل درامي، في قالب درامي، قالب محبب للجمهور. اقول لك حاجه، الفن والسياسه وجهان لعمله واحده، عمر ابدا ما الفن اختلف عن السياسه، بالعكس الفن ده بيشكل وجدان المواطن، فانت من خلال الفن بتناقش مشاكل سياسيه ومشاكل اجتماعيه ومشاكل اقتصاديه. انت بقى مركزه في السياسه والمؤتمرات، وانا عارف انك لسه جايه من مؤتمر سياسي النهارده، انا بجمعك مع يعني مجموعه. لسه جايه من مؤتمر ضد الارهاب. أيوة. يعني عم عاملين مؤتمر ضد اردوغان نفسه، ضد اردوغان. خلينا ما نسميش يعني ما. ليه لا نسميه، دي ضد دي حاجه قوميه. لا مش دعوه بالسياسه، اللي بالك هو عشان كمان تدخل مش في شؤون مصر بس، لا ده المؤتمر النهارده اللي تدخله في جميع الدول العربيه، شؤون الدول العربية. خلينا في الليلة الجميلة دي، ومين أكتر حد مبسوطة أنه موجود النهاردة؟ مبسوطة بيهم كلهم والله، بقالي كتير ما شفتش زملائي حبايبي كلهم، يعني فرحانة بيهم قوي، ومبسوطة كمان النهاردة عيد ميلاد البرنامج. كل سنة وانتم طيبين. أنا بشكرك جدا يا هند ومنوراني النهاردة، وكلمة بقى لكل جمهورك اللي بيحبك ويعشقك، تقول لهم إيه عن هوليوود الشرق وذكرياتك معايا؟ والله اقول لهم ان انا ذكريات ايه، قليمه ولا حلوه؟ كليوباترا بقى، لا حاجات حلوه طبعا. كنا بنسجل طبعا في احد الاماكن، مش هنقول عشان ما يبقاش دعايه، القريه الفرعونيه دعايه عادي مش مشكله. يلا ودخلت بقى ولبست بقى كليوباترا، وجبت البيبي الصغنن بتاعها. كليوباترا حكمت مصر طبعا، فانا اخترت الشخصيه دي برغم ان كان في تقريبا حد اختارها قبل كده، بس انا قلت لك انا حابه ان انا اعملها، فكان بقى طبعا حاجات جميله يعني، بس حسيت ان انا قاعده بقى في المعبد يعني الحقيقي، فالذكريات حلوه طبعا يعني. يا رب كده عقبال 100 سنه لهوليوود الشرق يا رب. ميرسي جدا يا هند، منوراني، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب، كل سنه وانتم طيبين. شكرا، ميرسي. سمو الملكه كليوباترا او النجمه الجميله هند عاكف، بزي كليوباترا، بزي كليوباترا، وعايز اقول انك حريصه انك تكملي الرحله معانا النهارده بزي كليوباترا، عايز اعرف السبب ايه؟ بحبها. وفي احلى من الفراعنه؟ صحيح، الفراعنه هي مصر، مصر هي الفراعنه، الفرعون المصري. صحيح، دول تاج لازم نحتفي بيه طول عمرنا. صحيح صحيح، طبعا ممكن سعيده يعني العاديه تلبسي زي الفرعون. احنا عندنا في المهرجانات مثلا احيانا لما بنروح مهرجان الاقصر مثلا او اسوان او في نجمات كتير جدا بتحرص انها تلبس زي الفرعوني في المهرجان. صحيح، لكن في حياتك العاديه بقى لو نازله رايحه مشوار، والله هي تبقى فانتازيا شويه، الناس تبص تدعي لهم ده تصوير يعني. انت مش ناويه تبطلي الزن بتاعك ده يا راجل؟ خلي عندك شويه دم، انت ناسي ان انت تحطمه، ابني تحطمه في الاول. انت عايزه تنتحر يا وحشه؟ سيبني يا أنطوني، أنا بجد متضايقة جدا، أنا خسرت كل حاجة، الملك والشعب والشرطة. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. يا نهار اسود، مصر أرض غزال، أنت عايزة تموتيني؟ آخر مرة كان في رحلة سفاري مع أصحابي في الهرم. المراية صاحبتك؟ جداً. الحقيقة معانا النهاردة نجمة أنا شخصياً بحبها جداً، ونورتنا وشرفتنا طبعاً على شاشة الشرقية في شهر رمضان من خلال مسلسل ليالي الحلمية، هي قمر السماحي، اللي الحقيقة من ساعة ما اتحركنا في الرحلة النيلية الجميلة دي وهي عمالة تتابع القمر والنيل، هنقرب منها ونسألها ونعرف هي بتعمل ايه بالظبط. حنان شوقي نجمتنا الجميلة، مساء الفل. مساء الفل يا محمد. من ساعة ما ركبنا وانت مع نفسك كده عمالة تتأملي في القمر والنيل؟ لان النيل صاحبي، فانا مع انا في حضن صاحبي حبيبي، بقعد اتكلم معاه كتير قوي، في علاقه ما بيني وما بينه، وانا ماشيه بعربيتي جنبه بسلم عليه فعلا.
سلمي عليه ازاي بقى؟ اهلا وسهلا. لا والله العظيم بقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا نيل. بيرد عليكي؟ والبحر بحس ان هو بيرد عليا، ولما بوسه بحس ان هو بيرد عليا. علاقه ما بيني وما بينه. الله عليك يا حنون. ايه انا شايف برضو ان انت مهتمه اهتمام خاص بالقبطان الجميل اللي معانا ده، وشكلك كده بتتعلمي منه السواقه. سوق البوت كده في النيل ده حاجه متعه. جربتي؟ لا ما جربتش بصراحه. بس عموما الميه والخضره والسماء ممكن اقعد يوم بحاله، ممكن ما اتكلمش مع حد واقعد اتكلم معاهم واروح مبسوطه جدا، واروح منتشيه، واروح روحي حلوه قوي وجميله قوي، في صفاء نفسي ما بيني، في حاجه رميتها كمان. ما شاء الله عندك الروحانيات عاليه جدا. انا الروحانيات الروح عندي مهمه جدا، ما بيهمنيش خالص اللي هو الشكليات المظاهر، اكتر ما بيهمني روح البني ادم او قلبه. جميل. هو ده اجمل حاجه يعني. حنون نورتينا طبعا في هوليود الشرق في اكتر من لقاء. المره اللي فعلا اتبسطتي جدا منها بدون مجامله يعني، ومش هنزعل. المره اللي فاتت يا محمد، اللي فاتت على طول. طبعا اللقاء الخاص اللي عملناه معاك ده كان عامل زي مباراه البينج بونج معايا انا وانت. استمتعت بالحوار معاك جدا لانه كان حوار مفيد حتى للمتلقي، فانا لا استمتعت فيه جدا، وقعدت وكنت بكلمك كعادتي بكل صراحه. في بعض الاسئله ضايقتك مش كده؟ لا خالص، هي اسئله ان انا ما بحبش، انا بحترم احاسيس الاخر وبحترم دماغ الاخر، فكل واحد ممكن انت دماغك تبقى اوسع مدركه اكتر من الاخر، فما ينفعش احاسبه على عدم ادراكه، لا بحترم احساسه. في الاعمال الفنيه ممكن واحد خياله قد كده وانا خيالي قد كده، ما ينفعش احاسب اللي قد كده زي اللي قد كده. احييكي طبعا على احساسك العالي جدا واحترامك للاخر. النهارده بقى بتقول لنا ايه واحنا بنحتفي بالعام الخامس؟ لا العام الخامس بقول كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعل ايامكم كلها سعاده وهنا وحب وسلام عقبال مليون سنه، في حب وسعاده ورضا. ربنا يخليك. مين اكتر حد النهارده مبسوطه ان انت شايفاه؟ حاولنا بقدر الامكان نجمع كل النجوم الجمال اللي كانوا معانا في البروجرام. كل الناس مبسوطه جدا، مبسوطه بالفنانه الكبيره مريم السعوديه، من السعوديه، مبسوطه جدا بان انا قابلت صاحبتي وحبيبتي الممثله الجامده جامده جدا دوجا صبري. صبري من ليبيا. مبسوطه ان انا قابلت صاحبتي وفاء الحكيم، مبسوطه ان انا قابلت ممثل بيبتدي وهو اساسا كان ضابط جيش وبيعمل اكشن، استاذ احمد عبد المجيد، مبسوطه بيه جدا، مبسوطه بكل الناس اللي موجوده، مبسوطه بصحابك الاعلاميين والصحفيين، كله الحاله حلوه جدا، كل اللي شرفنا النهارده. كل نورنا. واللي بيحبنا ما يضربش نار. اللي بيحبنا ما يضربش نار. ممنوع النار هنا يا جماعه، ممنوع النار هنا خالص. حلال، انا بشكرك جدا وسعيد ان انت معايا في اول حلقه في العام الخامس، واحنا بنبتدي العام الخامس من هوليوود الشرق. دايما بتكوني ضيفه عزيزه على قلبي. عقبال السنه كام يا محمد؟ 555. 500 مش معنى 555 عشان الحسد. مبقاش حسد. حسد مين؟ لا عقبال الحلقه 700 يا رب. ميرسي جدا ليك يا حنان ونورتينا. ميرسي جدا ليك وشكرا لكل المشاهدين، بحبكم قوي. ميرسي جدا. العفو. دي كلمتي على فكره. والله كلمتك ايه؟ سرقتيها مني على فكره. انت اللي سرقها مني. لا انت اللي سرقها. سمحت رجعي. لو سمحت انت لما تقول بحبكم قول حنان شوقي. بحبكم جدا. بحبكم حنان شوقي. كلمتي كلمتي.
كل سنة وانتم طيبين لبروجرام هوليود الشرق على قناة الشرقية، وأهلا بكل شعب العراق، منورين تعالوا عندنا. كل سنة وانتم طيبين برنامج هوليود الشرق، كل سنة وانتم بتألق والنجاح وتميز، ودايما في نجاح يا رب، ودايما أقول لكم كل سنة وانتم بخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. رانيا محمود ياسين. مبروك لهوليود الشرق عيد ميلاده، وبتمنى له كل نجاح، ودايما يا رب كده من نجاح لنجاح. احمد شاكر. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليك، ودايما من نجاح لنجاح. اتمنى لكم ان شاء الله دايما تبقوا متالقين لهوليوود الشرق. ثانك يو مني ليكم وميس لي. ومكملين معاكم حلقتنا الخاصه النهارده، والحقيقه كنت حريص جدا انه حلقتنا يكون فيها مجموعة من النجوم العرب اللي الحقيقة نوروا هوليوود الشرق وشاركوا بأعمالهم الجميلة في مصر، بالإضافة طبعا للأعمال اللي قدموها في بلدهم. ويسعدني يكون معايا فنانة جميلة من ليبيا الشقيقة، هي الفنانة المتألقة دائما خدوجة صبري، نحييها كلنا. خدوجة منورة الدنيا كلها. الله يخليك محمد، كل سنة وانت طيب أولا، وكل سنة وهذا البرنامج الجميل من خلال هذه القناة العراقية. نقول لك ألف مبروك، وانت الحقيقة لميتنا اليوم في هالجو البديع، في هال على النيل وهالوجوه الطيبة، فأعتقد احنا اليوم في عرس جميل هيك. عاملين النهاردة جامعة الدول العربية، ايه رأيك؟ طبعا من حقك، يعني من حقك. الحمد لله محبة الناس ليك هذا أهم شيء يعني. الحمد لله. خدوجة قولي لي رأيك في هوليوود الشرق بصراحة، يعني من خلال الحلقات اللي شفتيها. يعني أكيد أني شاهدتي في مجروحة، ولكن حنقول الصدق أنه هو يعني أنا حسب الحلقات الأخيرة بالذات اللي نتابع فيها، في تطور جديد، في تقنية أصبحت أعلى، نسبة المشاهدة حتى لما نشوفه نسبة المشاهدة لقيناها عالية الحمد لله. كل الفنانين حابينك، وكل الفنانين يحبوا أنهم يسجلوا معك، فهذا في حد ذاته نجاح لك. فأنا حنقول لك good luck، يعني فعلا يعني ألف مبروك. يعني شهادة أعتز بها الحقيقة، دي حقيقة مش شهادة، يعني شهادة من القلب يعني. ربنا يخليك. رأيك بقى في الاحتفال النهاردة على ضفاف نهر النيل وارتباطك بنهر النيل؟ دايما المصريين يقولك إيه، اللي يشرب من نهر النيل لازم يرجع له تاني، شايفة دي حقيقة؟ طبعا حقيقة فعلا، يعني 100% هذه مش يعني كلام، يعني فعلا عن تجربة. أني أو أي حد يقولك اللي يشرب من مية النيل لازم يرجع تاني، مستحيل يعني. ونقول حتى اللي ما يشربش لازم يرجع تاني. برنامج هوليوود الشرق كل سنة وانت طيب، ويا رب عقبال 100 سنة. كمان بتمنى لكم طبعا كل الخير وكل النجاح وكل التقدم والتطور، بحبكم قوي. دولي شاهين. بهني برنامج هوليوود الشرق، بقول لهم كل سنة وهم طيبين، وعيد سعيد عليهم، وعيد ان شاء الله كل تفوق وإزهار وتقدم. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. هوليوود الشرق رندا البهير. نورتينا النهاردة، ونورتي طبعا هوليوود الشرق، ومعاكي ضيفة عزيزة من المملكة العربية السعودية، أحب أن أنت اللي تقدميها بعد إذنك. طبعا تفضل. الحقيقة تفضلي مريم. تفضلي معانا. تفضلي. هي طبعا نجمة ممثلة وشاعرة وإعلامية قديرة من السعودية الشقيقة. خلينا نرحب بيها في الأول. أهلا بحضرتك. أولا ما جيتي لي حصل زلزال. تقولش غزال لا يوم زلزال. أولا ألف مبروك وهابي بيرث داي. ثانيا أنا سعيدة جدا طبعا في القاهرة، والقاهرة حبيبتي يعني، من حنا أطفال يعني، هذه كانت البلد الثانية لي.
سعيدة بوجودي طبعا. حبيبتي خدوجة كانت برضو من الأشياء السعيدة اللي أنا يعني تفاجأت فيها هنا أنها موجودة في مصر. التقينا نحن قبل 20 سنة صح؟ من 95 كده هتكبري نجمتنا كده يعني أدوار الرومانسية هتبتعد خالص. لا هي تظل من 5 سنين هي تظل صبية بس أنا قصدي أنه يعني عمق العلاقة اللي بيننا. طبعا أنا شاركت هنا من عام 85 في مسلسل شذى الأندلس في صوت العرب إذاعة نعم إذاعة صوت العرب. عملت فيه كاعتماد الرومايكية كثير. أخذت جائزة الجدارة هنا في مصر أول جائزة عربية خارج المملكة. فسعيدة جدا بوجودي، سعيدة بهذه الصحبة الطيبة اللي معك في الباخرة، وحنا قاعدين نعدي تحت الكوبري فنوطي راسنا. والرحلة بالنسبة لك في النيل ولا كان في رحلات؟ كثير طبعا أنا بجي على طول هنا. لا بالعكس رحلة النيل حلوة كثير على فكرة، شارب النيل ولهذا جربتي كم لتر بقى على كده؟ والله لدرجة أنه يعني يفيض فيه. طيب قولي لي بقى، في أعمال إن شاء الله في القاهرة هتشاركي فيها، عايزين عمل بيجمعكم كده مع بعض على الشاشة كمان بالإضافة للصداقة الجميلة اللي بينكم تظهر بقى على الشاشة. يا ريت، أنا نفسي بجد نفسي ونفسي أني أشارك في عمل مصري، يسعدني جدا. يعني مثل ما اشتغلت في الإذاعة أشتغل بعد في التلفزيون، فيعني في أعمالي حتى في رمضان قابلت مخرجين مصريين بيسألوني، قلت لهم ودي ما فيها شيء، بالعكس يسعدني ويشرفني جدا. الأعمال العربية والمشتركة جميلة جدا على فكرة. نعم. يعني مريم طبعا الغامدي هي لو في رمضان كانت في مسلسل سيلفي، كانت مع النجم MBC. هي تجربة، هي ممكن تكلم لك عليها بحد ذاتها. يعني أنا عملت على فكرة، أنتجت فيلم روائي طويل عن البيئة وفي مصر، وكان كنت مع النجم أحمد ماهر وغسان مطر، وأخذنا جائزة أولى فيه في مهرجان البيئة، وأخذت جوائز متعددة. ده تعرض في السينما ولا ما تعرض؟ لا هو كان خاص بالبيئة يعني، بس فيلم روائي وأخذت فيه، أضيف إلى تاريخ الفني أول امرأة عربية تنتج أول فيلم عربي روائي عن البيئة. الله الله جميل، شوقتينا ان احنا نشوف الفيلم ونورتينا، ونجمتنا الجميله خدوجة صبري نورتوني وبشكركم جدا. وكلمه اخيره بقى لكل جمهور هوليوود الشرق بمناسبه العام الخامس من عمر البرنامج، نقول لهم زيدوا تابعوا البرنامج، لان البرنامج هذا جميل ورائع بكل القصص الجميل اللي فيه، ابتداء من الاستاذ محمد والقناه نحيوها. الحقيقه برنامج ان شاء الله حتشوفوا فيه كثير المفاجات، لان محمد سعد من الناس اللي فعل مجتهده، مش لانه هو صاحب البرنامج ولكن هذه حقيقه. ونتمنى له كل التوفيق، وكل سنه وانت طيب، والبرنامج اكثر تالق واكثر ابداع، ونشوفوه اكثر يعني فعلا زي ما هو هوليود الشرق، فنتمنوا فعلا يكون في كل الدول العربيه. مبروك، تحيه للشرق. شكرك والف مبروك، نهني ايضا كل جمهور هوليود الشرق، واكيد انه برنامج حافل بالفقرات المشوقة وبالأعمال وباللقاءات، وسعداء فيه، وإن شاء الله يا ربي إلى تقدم أكثر وأعلى بإذن الله. جدا بشكركم جدا، وكل سنة وانتو طيب. وانت طيب. بحب أقول لكل متابعي برنامج هوليود الشرق كل سنة وانتم طيبين، ويا رب عيد سعيد عليكم. نيرمين ماهر. كل سنة وهوليود الشرق تتمتع بالتألق والنجاح، وتتمتع بمشاهدة عالية جدا 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 جدا. كل سنة وانتم طيبين، بحبك قوي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد هوليود الشرق، برنامج الجميل
وكل سنة وكل المشاهدين طيبين. ومن نجمتنا الجميلات اللي مشرفينا النهاردة والحقيقة عادت بعد غياب سنوات طويلة من الاعتزال، كان طبعا ليها ظروف خاصة وسجلنا معاها وعرفنا طبعا الظروف دي. هي النهاردة منورانا ومشرفانا الفنانة الجميلة هندية. أسمع ترحيب بالفنانة الجميلة هندية. هندية منورة الدنيا كلها. ربنا يخليك يا أستاذ محمد، ميرسي جدا جدا، أنتوا اللي منورين وكل سنة طيبين وكل سنة أنت طيب كمان. عيد ميلاد سعيد إن شاء الله وعمر مجيد إن شاء الله يا رب. ميرسي جدا. وكنا معاكي زي ما قلت في أول رجوع ليكي، كان فيلم اسمه بنت من امبابة، ومحضر لنا بقى مفاجأة النهاردة مش كده؟ إن شاء الله. أنا عاملة أغنية بتقول أحلويت يا مصر، هغنيها لكم في الحفله ان شاء الله باذن الله. انا عايز اغنيه يا واد يا تقيل، ايه رايك؟ واغني لك يا واد يا تقيل. عيني طبعا، عيني يا واد يا تقيل. وطبعا انا مبسوطه جدا ان انا في وسط الجمع الجميل دوت والناس اصحابي وحبايبي واني موجوده معاك، وان انا كمان حاضره عيد ميلادك وعيد ميلاد البرنامج طبعا. فانا مبسوطه جدا يعني. احنا مبسوطين اكتر، وحابب اعرف الجديد بقى عندك الفتره اللي جايه ايه. انا مجهزه اغنيتين للعروسه، واحدة منهم تقول إيه العروسة والعريس من جمالهم قلبي انشرح، هي وردة من باريس وهو سلطان الفرح. دي واحدة، وعاملة واحدة تاني سلو حلوة قوي برضو إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. أنا بهني هوليود الشرق وبقول كل سنة وانتي طيبة ويا رب في تألق مستمر. وفاء سالم. كل سنة وانتو طيبين، كل سنة وبرنامج هوليود الشرق بخير، وكل سنة ومحمد صديقي بخير، كل سنة وانتو طيبين. خلصت حلقتنا النهارده واللي احتفلنا من خلالها باستقبال العام الخامس لهوليود في الشرق. يا رب كل ايامكم اعياد وحب وسعاده وسلام، تقبلوا دائما كل الحب مني محمد سعد.